وهذا سائل يقول: سمعت أن في صحيح مسلم حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، وهو أنه كان في الوضوء يتجاوز المرفقين والكعبين، فهل هذا صحيح وما حكم من فعله؟ نعم، هذا اجتهاد من أبي هريرة، هذا ورد عن أبي هريرة وهو في الصحيح، لكن هذا اجتهاد منه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والعبرة بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما اجتهاد الصحابي فإنه إذا لم يخالف الدليل يؤخذ به، لكن إذا خالف الدليل لا يؤخذ به، وإن كان اجتهاد صحابي. نعم.